السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ وليد سعيدي من جديد في شرح حلول الأسئلة الاسترشادية لمادة الكيمياء بمدرسة المستقبل الثانوية من البنات. اليوم إن شاء الله حنكملوا الباقي من الأسئلة. وصلنا آخر مرة في سؤال 69، حكينا على تصنيف الأمينات إلى أولية وثانوية وثالثية، وبعدين شفنا طبعا الإجابة كانت الألفات الأولي اللي هو الإجابة ألف. اليوم إن شاء الله حناخدو السؤال، نبدو في سؤال 70 محاضرة اليوم بتاريخ 11/8/2020. حيكون عندنا سؤال 70: ترتيب التنازل للصفة الحامضية للمركبات الآتية يكون. معطيني طبعا اختيارات، فالإجابة موجودة عندكم ألف، نحن بنعرفه ليش تم اختيار الإجابة ألف. عندنا الأول شيء نحن بنتكلم على الصفة الحامضية، لما نجي نتكلم على الصفة الحامضية بنقول إن الحمض هو عبارة عن شو؟ الحمض هو عبارة عن تلك المادة التي عند إضافتها للماء تطلق أيونات هيدروجين موجبة، اللي هي سميناها بين قوسين بروتونات. أوكي، يعني الحمض معناها إذا كان مادة بنقول عليها لها صفة حامضية معناها هي حتذوب في المية وتطلق أيونات هيدروجين موجبة اللي هي نحن سميناها بروتونات. أوكي، حنشوف توا حنتكلم على في المقارنة، حتلقوا عندك ثلاث أنواع من المركبات اللي هي الفينول والماء والإيثانول، حتشوف مع بعضنا. أول شيء خلينا نتكلم على الكحولات. عندنا الكحولات اللي هي R O H بالشكل هذا، عندنا R O H. هنا ذرة الأكسجين عندها زوج من الإلكترونات مش داخل في المشاركة، هذا الزوج نطلق عليه زوج غير مشارك non bonding. أوكي، هنا non bonding، هنا عندنا الأزواج الغير مشاركة مش داخلة في الربط، فعندنا واحد هذا زوج وهذا اثنين. كيف عرفت أنا؟ كيف عرفت أن في زوجين؟ الأكسجين معروف أنه هو ثنائي التكافؤ، الغلاف الأخير فيه ست إلكترونات، ستة نطرحها من ثمانية، ثمانية المفروض أنه يوصل الأكسجين هو ثمانية، فنقول الغلاف الأخير فيه ستة، ثمانية ناقص ستة حيكون عندنا اثنين، معناه هو لازم يشارك باثنين، فيشارك باثنين من أصل ستة. هنا إلكترون مع ذرة الكربون هذه، وفي إلكترون هنا موجود مع الهيدروجين، يعني هنا بالشكل هذا هنشوف هيكي، هذه هي اللي نديروا فيها نحن بخط اللي هي الرابطة. تمام، إذا في الحالة هذه هنشوف الكحولات عندها صفة حامضية أو ما عندهاش الصفة الحامضية هذه، يعني تمام، هنشوف مع بعضنا. ROH هو عشان الكحول يسلك سلوك الأحماض لازم إنه هو شيء يدير يطرد أيون الهيدروجين الموجب، معناها لازم يكون في مستقبل له، يعني مثلا زي المية على سبيل المثال H2O. توا المية الأكسجين حتى هو هنا حنلقى إنه هو عنده زوج من الإلكترونات غير مشارك. أوكي، فشي بيصير هني هاي الأكسجين كويس حيطلع الهيدروجين في صورة أيون موجب، يعني حيطلع بالشكل هذا عشان يسلك سلوك الأحماض، حيطلع في صورة أيون هيدروجين موجب. بالتالي شو بيصير في الحالة هذه؟ حنقول أنا إن الزوج هذا حياخده من؟ حياخده الأكسجين، فحيطلع في صورة شنو؟ حيطلع هكي، حيطلع عندنا R O كويس، بما ان اكتسب هو الزوج الالكترون هنا اللي كان مشارك ما بين الاكسجين والهيدروجين، فحتطلع عليه شحنه سالبه زائد هنا H3O بلس موجب. اوكي، اذا معناها في الحاله هذه حنقول ان الكحول حيطرد ايون الهيدروجين ويسلك سلوك الاحماض الضعيفه، حيسلك سلوك الاحماض الضعيفه ويطرد ايون الهيدروجين ويطلع في صوره هنا RO، هذا نقول عليه نحن الكايل أكسجين، ونقول عليه أيون الكوكسايد، أيون الكوكسايد، الكوكسايد، أوكي؟ أيون
الكوكسايد، الكوكسايد السائل. هذا بالنسبة للكحول. لكن هنا في مشكلة، إن الهيدروجين صح يطلع أيون الهيدروجين، بس حيطلع بصعوبة شوية. ليش؟ لأن دائما نحن عندنا نحن نقولوا على مجموعة الآر اللي هي الألكايل اللي هو الهيدروكربون، هي مجموعة دافعة للإلكترونات، يعني كأني نقول تدفع بالإلكترونات باتجاه الأكسجين. كيف؟ الأكسجين كهروسالبية تاعها عالية، يجذب أيون الـ 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 أو يجذب الإلكترونات بتاعت الرابطة هذه باتجاهها هو، فيصبح الأكسجين تركيز الشحنة عليه عالي جدا. يعني هو هنا يجذب الإلكترونات باتجاهه هو، فيصبح الأكسجين هنا خلاص مثبت. يعني في الحالة هذه بيكون الأكسجين كأني نقول متريح، ما عنده عريش يطلع في الهيدروجين. يعني هنا الهيدروجين هنا حيطلع بصعوبة، فما فيش سبب أن هنا الأكسجين يطرد أيون الهيدروجين، كويس، لأن هو في الآر تتفعل بالإلكترونات باتجاه الأكسجين، فالأكسجين نقول نحن وضع الإلكتروني تمام، مش محتاج إن هو يطلع أيون الهيدروجين، فلو طلع هيطلع بصعوبة. فإذا نحن حنقول عليه نحن حمض تمام ضعيف، هو يسلك سلوك الأحمض ولكن يعتبر حمض هنا ضعيف. باه، خلينا نشوف تماما الفينول. بس في حاجة نحن بنوصل لها النتيجة، إن الآر هذه هي بما أنها هي تدفع بالإلكترونات باتجاه الأكسجين، فنحن حنسمو الآر هذه مجموعة واهبة أو دافعة للإلكترونات، نقول عليها نحن مجموعة دافعة للإلكترونات. شو تدير المجموعة الدافعة للإلكترونات؟ تزيد من تركيز الشحنة أو تزيد من الكثافة الإلكترونية على الأكسجين، فيصبح الأكسجين كثافة إلكترونية عالية، فهو مش محتاج يطلع الهيدروجين ويطرده وياخذ منه الزوج إلكترون أو ياخذ إلكترونات الرابطة منه، وبالتالي هو كأنه يقول الأكسجين حيقول الهيدروجين خليك قاعد، يعني طلعت الهيدروجين حتكون فيها صعوبة شوية، وبالتالي كأنه يقول هنا إن هو يعتبر في النهاية حمض ضعيف، بيكون بالشكل هذا هيسلك سلوك الحمض الضعيف. لو جينا حطينا مقارنة توهنا الكحول، يعني هنا معناها كحول قلنا نحن إنه هو حمض ضعيف، خلينا نحط الفينول توا. الفينول عندنا فيه قصة مش صعبة هي، ولكن تبي تركيز شوية. الفينول حلقة بنزين، كويس، حلقة البنزين هذه فيها سداسي إلكترونات باي، اللي هي وين سداسي إلكترونات باي؟ إلكترونات باي هي الإلكترونات اللي هي تحت الرابطة الثنائية. يعني هنا عندنا زوج، عندنا اثنين، وهنا اللي هو الزوج الثالث مع بعضهم، هنا عندنا سداسي إلكترونات باي. المهم طبعا هذا هو الفينول بالشكل هذا. الفينول عندنا هنا الأكسجين عليه زوج اثنين، زوجين من الإلكترونات، حيكون نفس الفكرة هنا موجودات على الأكسجين. أوكي، تكلمنا نحن المرة اللي فاتت قلنا أن في حلقة البنزين، كويس، خليني بس نوريكم حاجة بسرعة. حلقة البنزين اللي هي فيها سداسي إلكترونات باي، قلنا نحن أن الإلكترونات هذه تتحرك داخل الحلقة، كويس، فلما تتحرك شي بيصير في الحالة هذه؟ حيعطيني البناء هذا اللي هو وين؟ حتجي الرابطة هذه هيا، وين حتجي؟ حتجي هنا، والرابطة هذه حتجي هنا، والرابطة هذه حتجي هنا، تنتقل، فهمت علي؟ فيعطيني البناء هذا، بعدين نفس الفكرة هذه تتحرك وهذه تتحرك هنا وهذه تتحرك هنا، فيعطيني البناء هذا. هذا البناء الأول وهذا البناء الثاني. البناء الأول والثاني أي منهم صح؟ هن الاثنين صح، عشان هيك نحن نقول شنو؟ حنقولوا إن البنائين صحيحات. فلذلك احنا دوينا عليها من قبل، قلنا إن حلقة البنزين عادة مش في التفاعل الكيميائي، إنما بنرسمها في شكل دائرة. حنقول دائرة هيك بالشكل هذا، دائرة. منين جت الدائرة هذه؟ جت إن كما نقولوا نحن مرة الإلكترونات باي تكون هنا، ومرة تكون هنا،
ومره تجي هنا ومره تجي هنا قاعده تتحرك في الحلقه فتعطيني زي الدائره بالضبط. فنحن عاده شنديروا نرسموا فيها هيك حلقه البنزين. بعض الكتب تلقاها مرسومه بالشكل هذا فيديروا فيها بهذه الكيفيه دائره من جوا تدل على حركه الالكترونات داخل الحلقه. وهذه الحركه شو يسموا فيها؟ يسموا فيها ظاهره الرنين. قولوا على احنا شنو اللي هي الريزونانس اللي هو الرنين. هذه بتكون موجوده في حلقه البنزين. المهم الرد توا للفينول، نحكي على الحمضيه. الفينول اذا كان الماده لما تكون حمضيه حمضيتها عاليه معناها تطلق البروتون بسهوله زي ما شفنا هنا البروتون طلع بصعوبه لان كثافه الكترونيه على الاكسجين عاليه. ليش؟ لان الار يدفع. فخلينا نشوفه هنا. هنا حتصير حاجه توا توا هنا اثناء حركه الزوج الالكتروني هذا كويس بينتقل هنا. ركزوا معي تمام. شين بيصير؟ الاكسجين حيدفع بالزوج الالكتروني اللي عنده ويجي هنا. ليش؟ اول ما يتحرك الالكترونات هنا ويجن بين كربون 2 و 3 خلينا بس نديروا الحركه بالشكل هذا. كيف تتم الحركه بتاع الالكترونات؟ ان الزوج هذا حيمشي الزوج الالكتروني حيجي هنا شحنه سالبه حياخذها الكربون هذا كويس فهتحول هذه يعني كان معناها في زوج من الالكترونات بالكيفيه هذه فيصبح هذا موجب جزئيا. فشين يصير؟ الاكسجين حيشارك بالزوج الالكتروني بتاعه كويس فيصبح الاكسجين ناقص الكترونيا. شين يدير الاكسجين في الحاله هذه؟ حيطرد الهيدروجين. حيجي يطرد الهيدروجين حيطلع الهيدروجين في صورة بروتون كويس وهو باش يعوض الفقد اللي صار لهنا من الحلقة. معنى الحلقة كأنها تسحب كأن الرنين اللي داخل الحلقة يسبب في سحب الكترونات من الأكسجين لأن كأن نقول الأكسجين غصبا عنها حتشارك بالإلكترونات اللي عندها فحيكون بهذه الكيفية. شو بيصير في الحالة هذه؟ حيكون هنا عندنا شحنة سالبة وهنا حيكون عندنا رابطة ثنائية بين الكربون والأو وحيكون هنا عندنا زوج إلكترون للأكسجين وهذا الزوج الثاني فيصبح الأكسجين هيك متعادل خلاص طلع البروتون. أوكي؟ يعني اللي صار حنعود من جديد بشكل سريع اللي صار كالآتي. اللي حدث كالآتي إن الزوج الالكترون هذا انتقل لذرة الكربون هذه فأصبح الكربون هذا عليه شحنة موجبة جزئيا تمام. فشين يصير؟ الزوج الالكترون بتاع الأكسجين حيعوض الشحنة الموجبة على الكربون حيشارك معاه حيقول أنا أعطيك الكترون من عندي ونكونوا مع بعضنا رابطة. يعني هنا الكترون وهنا الكترون فحيكون رابطة مع الكربون. فهكي الأكسجين خسر الزوج الالكترون. الاكسجين ما يتحملش الخساره ما يتحملش الشحنه الموجبه فش يدير الاكسجين؟ حيطرد الهيدروجين تمام حياخد الالكترونات الرابطه هذه حياخذهن هو يجذبهن وبالتالي شو يصير؟ حيطلع في صوره بروتون. شو اللي صار هنا؟ فقد بروتون. هذا سلوك حمضي وسلوك حمضي قوي. ليش؟ لان الاكسجين اثناء طرده للهيدروجين كان ناقص الكترونيا. شفتوا؟ في من يسحب منا الحلقة قاعدة تسحب وبالتالي الأكسجين حيطرد الأيون الهيدروجين بقوة وبالتالي بسبب أن الكثافة الإلكترونية على الأكسجين تصبح ناقصة. باهي طبعا حتقد مستمرة العملية هذه بالشكل هذا حتقد مستمرة فحينتقل هذا هنا وحيكون شحنة سالبة ويصبح هذا موجب كويس حيقعد هنا سالب وهذا موجب فحيعوض هنا فيعطيني التركيب هذا بالشكل هذا كويس فيصبح هنا سالب وهنا عندنا الرابطة وهذه الرابطة اللي من أول موجودة وهنا عندنا بالكيفية هذه تستمر العملية هذه نفس الفكرة كويس. حيبدأ شيء يصير في الحالة هذه؟ قلنا حيبدأ ينتقل الزوج الإلكتروني هنا باش يكون هنا شحنة سالبة وحيقعد هذا موجب فحيعوض هذا بالشكل هذا حيعطيني حيعوض الكربون ويعطيني التركيب هذا.
بهذه الكيفية، فيعطيني أنا رابطة زوجية، هذه من أول قاعدة، وأنا حتكون في شحنة سالبة، وأنا حيكون الأكسجين بالكفية هذه. خلاص آخر خطوة شو حيصير؟ آخر خطوة كويس حيعطيك هكي، آخر خطوة حيكون عندنا اللي هو حيكون فيه طبعا حركة الإلكترونات، حيرد للبنية بتاعها من الأول. شو بيصير في حالة الأكسجين؟ أعلى كاروسالبية من الكربون، حيسحب زوج الإلكترون اللي هو بينه وبين الكربون اللي هو أعطاه له من الأول، حيسحبه باتجاهه هو، فيصبح هذا موجب جزئيا، فهو الكربون اللي جنبه سالب حيشارك باش يعوض الشحنة الموجبة، فحيكون معاه رابطة بالكيفية يعني. ويكون بعدين هنا اللي هو طبعا الزوج اللي اكتسبه هو هذا، حيكون موجود بالكيفية هذه. أو الزوج هذا الموجود بالأحمر هو اللي اكتسبه، هنا حيكون موجود بالكيفية هذه. وهنا أحسن. هاي بالكيفية هذه. طبعا هنا الأكسجين 2 4 6 1 7 فعليه إلكترون زائد، فيتحول في النهاية إلى أيون اسمه فينول، ما نقولش فينول، نقول أيون فينوكسايد. فينوكسايد هذا أيون اسمه فينوكسايد، زي ما قلنا نحن هنا أيون الكوكسايد. بس شفتوا هنا تلاحظوا حاجة غريبة، حتلاحظوا أن الشحنة السالبة وين جت؟ انتشرت وين؟ في أي مكان؟ في مكانات معينة. يعني حتلاحظوا الشحنة السالبة هنا مرة جت في الموقع اللي هو 2، مرة جت في الموقع اللي هو 4، ومرة جت في الموقع اللي هو 6. جت في الموقع وين؟ اللي هو 6. فشن تلاحظوا هنا؟ هتلاحظوا أنها تتحرك بالشكل هذا، فكأن المنطقة 2 و 4 6 هي المنطقة اللي عليها كثافة إلكترونية عالية، وعموما هي كأن انتشرت الإلكترونات الشحنة السالبة في الحلقة، بدل ما كانت موجودة على الأكسجين لا هي انسحبت من الأكسجين وانتشرت في الحلقة، فأصبح شنو هنا؟ أصبح أن في انتشار للشحنة السالبة داخل الحلقة بسبب أن الأو شن دار هنا؟ شارك بالزوج الإلكتروني نحو الحلقة. إذا معناه في الحالة هذه حنقوله أن تأثير الحلقة، يعني بس نديروها هيك، هو مقارنة بالآر هو نقول عليها نحن تأثير كمجموعة ساحبة للإلكترونات، نقول تأثيرها مجموعة ساحبة للإلكترونات، تسحب إلكترونات من الأكسجين عن طريق ظاهرة الرنين زي ما نحن شفنا. شوف الإلكترونات السالبة قاعدة منتشرة داخل الحلقة، فهي تسحب إلكترونات باتجاه الحلقة، فتقل الكثافة الإلكترونية على الأكسجين، فيصبح الأكسجين يطرد الأيون الهيدروجين بسهولة، ويطلع أيون الهيدروجين ويسلك سلوك الفينول اللي هو سلوك الأحماض اللي دوين عليه. بس حقيقة سلوك الأحماض اللي هو أقوى من الكحولات الألفاتية. إذا معناها هنا بنقول فينول هنا حمض أقوى، حمض أقوى. خلينا نقول باختصار، المجاميع الساحبة تقلل من الكثافة الإلكترونية على ذرة الأكسجين، فيصبح الأكسجين كثافة إلكترونية أقل، فيخرج أيون الهيدروجين بسهولة. خروج أيون الهيدروجين بسهولة معناها حمض أقوى، نقولش قوي، خلينا نقول أقوى نسبيا، تمام. المجاميع الدافعة تدفع الإلكترونات باتجاه الأكسجين، فتزيد من الكثافة الإلكترونية، فيصبح خروج أيون الهيدروجين موجب اللي هو البروتون، يصبح خروجه صعب، ما فيش داعي أنه يطلع، ففي صعوبة أنه يطلع، وبالتالي يصبح الأكسجين كثافة إلكترونية عالية، فيصبح أنا هنقول كأن الكحول حمض أقل قوة، قلنا إحنا أضعف من الفينول في الحالة هذه. واضحة هذه؟ إذا معناها نقدر نطلع بنتيجة المجاميع الدافعة شدير، المجاميع الدافعة تقلل من الحمض، المجاميع الساحبة ترفع أو تزيد من من؟ أو تزيد من الحامضية. أوكي، طبعا في نتائج هنا في الكلام هذا كله، طبعا هو انتشار ظاهرة الرنين تثبت أيون الفينوكسايد، يعني انتشار المركبات الواجدة هذه كلها تخلي الأيون هذا ثابت مستقر، يعني كأن نقول
أكثر استقرارا من حالة الفينول نفسه. لو كان البروتون قاعد ما فيش استقرار، لكن لما يخرج البروتون يطلع أيون فينوكسايد أكثر ثبات وأكثر استقرار، حتى امتصاصها للطاقة في حالة التفاعل بتكون شنو؟ بتكون أقل يعني أقل كثير. بعد نقارنه هذا كله نحن نقارنه فيه بالمية، بحته المية H بعدين OH الشكل هذا اللي هو عندنا هنا زوج اثنين. نحن توا الفكرة نبغى نشوفه يطلع هذا بسهولة ولا بصعوبة البروتون هذه يعني. على حسب من؟ حسب اللي مرتبط بالأكسجين. والله إذا كانت مجموعة دافعة حيخرج بصعوبة، معناه حمض حيكون شنو؟ معناه حيكون حمض ضعيف. إذا كانت مجموعة ساحبة والله حيطلع الأيون الهيدروجين بسهولة ويصبح حمض أقوى. هنا لا دافع ولا ساحبة، هنا الهيدروجين يعني جاي بين الاثنين، يعتبر وسط كأنه بين الاثنين. وبالتالي حنقول إن هذا تأثيره كمجموعة دافعة ضعيف، يعني تأثير ضعيف جدا. خلينا نقول نحنا يكاد ما فيش تأثير يعني، أنا الهيدروجين هنا يكاد ما فيش تأثير على الأكسجين، فيصبح هنا المية حتكون حتى هي حمض. لما نجي نشوف حنلقى إن هي حتى هي حمض ضعيف. وعلى فكرة الكحولات قريبة جدا من الماء، بالذات الميثانول يعني الميثانول قريب جدا من الماء، والكحولات بشكل عام تسلك سلوك الأحماض وحتى القواعد، يعني تسلك سلوك الأحماض والقواعد الضعيفة زيها زي المية، فهمت عليها؟ فلذلك بس خلينا احنا من جو نرتبه حنقولوا من أقوى كحمض؟ الفينول. يعني معناه احنا لما نجي نرتبه هكي هاي حنقول فينول أعلى حمضية، الفينول أعلى واحد. أوكي، بعدها بالنسبة لهذا H ما فيش تأثير، يعني هذا كان يقول ما فيش تأثير على الأو. هنا في تأثير لكن دفع وكثافة إلكترونية أعلى، صعوبة خروج الأيون الهيدروجين موجب. معناه في الحالة هذه شو بيصير؟ هنا حيكون الهيدروجين هنا في حالة المية ملاش تأثير، والآر لها تأثير. إذا معناش بدي روح نقوله إذا هذا حيكون حمض أقوى، هذا يقلل من الحمضية، الآر هذه مش مرغوب فيها. لو حطيت إتش ملهاش أي شيء، ملهاش أي تأثير. فلذلك إحنا شو هنقوله؟ هنقول فينول، بعدها الماء، وبعدين من؟ بعدين عندنا إيثانول. طبعا في الكتاب في المنهج داري لكم إيثانول، إحنا درناه الكحول بشكل عام آر، بس ما عدا سي إتش ثلاثة. سي إتش ثلاثة أعلى حامضية من الماء، بس هذا الوحيد لأن له علاقة بالمذيب، وهذا يذوب في المية بما لا نهاية، ففي عوامل أخرى يعني. الوحيد اللي أعلى حمضية من الماء هو الميثانول، لكن الإيثانول بروبانول بيوتانول وهكذا هنلقى أنه هو شنو؟ هنلقى أنه هو أقل حامضية من الماء. إذا الترتيب الصحيح فينول وماء وإيثانول. نشوف السؤال 71. سؤال 71 لو في أي قبل ما نبدأ سؤال 71 لو في حاجة أنا مش موضحتش بشرح كويس اكتبوا أي حاجة، سؤال تعليق أو أي شيء ممكن أنا نجاوب عليه. إذا كان في حاجة مش واضحة بالذات في السؤال هذا، لأن في شوية بتركيز أكثر، فإذا كان في حاجة مش واضحة عادي أسألوا، ممكن أنا إن شاء الله يكون عندي وقت أني نجاوب. السؤال 71 يزول لون ماء البروم في ماء البروم عند تفاعله معه. أوكي، يزول ماء البروم أو لون ماء البروم الأحمر. طبعا هو كيف يزول؟ عن طريق التفاعل، يعني هو أكيد اللون لما يزال حيكون في تفاعل كيميائي معناه في الحالة هذه. عايش نمسح هذا. هنا فقال لي يزول لون ماء البروم الأحمر، مش مكتوب الأحمر بس معروف لون ماء البروم أحمر عند تفاعله معه. C6H5OH اللي هو الفينول، الفينول معروف إنه هو يتفاعل الفينول مع Br2 بسهولة، يعني يتفاعل معه بسهولة لدرجة إن البروم اللي حيدخل على يتفاعل مع الحلقة كويس حيدخل في الثلاث اتجاهات، حيدخل في
مرة اثنين في موقع اثنين، ومرة في موقع أربعة، ومرة في موقع ستة، يعني حيخش هنا في نفس الوقت. يعني قصدي مش مرة معناها كل واحد بروح عليك في نفس الوقت، حيخش في نفس الوقت. فشن تلاحظوا هنا كم وحدة دخلت هنا؟ ثلاثة بي آر. وين دخلت البي آر؟ وين جت البي آر؟ جت في المواقع اثنين أربعة ستة. شفتوا هذه المواقع اللي هي توجه فيها من؟ اللي هي الأو إتش. الأو إتش كأنها مجموعة موجهة. طبعا الأو إتش كان يقول مجموعة دافعة. بدري كنا نحكي وقلنا شنو؟ إن الأو الأو هذه أو إتش أو مجموعة أو إتش مع بعضها هي تأثير الحلقة عليها إن هي تسحب. في نفس الوقت الأو إتش تدفع، تدفع بالإلكترونات داخل الحلقة، فتنتشر الإلكترونات في الحلقة، وبتكون كثافتها عالية جدا. وين بالذات؟ في 2 و 4 و 6. عشان هيك أي متفاعل لما بيجي تفاعل مع الفينول وين حيجي؟ حيجي في المواقع اللي هي 2 و 4 و 6، يعني المواقع هذه 2 و 4 و 6. فهنا بيكون يعني ما يجيش هنا أو هنا في الموقع مثلا 3 أو 5. ليش؟ لأن الكثافة الإلكترونية موجودة بنسبة عالية في المواقع 2 و 4 و 6، وشفناها نحن عن طريق الرنين لما لقينا ان الشحنه سالبه جت في المواقع هذين بتركيز عالي. طبعا هنا فيه البي ار حيدخل مكان من؟ حيدخل مكان الاتش. يعني هنا البي ار حيدخل مكان الاتش، كويس. حيجي الاتش هذه تطلع وهذه تطلع حتى هي تطلع، هذه وهذه وهذه، هذين يطلع، وحيطلع معي هنا زايد 3 اتش بي ار. فشن صار هنا؟ هذا لونه احمر، فلما يحدث تفاعل حيعطيني 2 4 6 ثلاثي برومو فينول، حيعطيني المركب هذا الناتج، تمام، دليل على تفاعل اختفاء اللون الاحمر، وحيعطيني راسب ابيض، وبالتالي دليل على التفاعل. ب نفس الفكره، حتى هو فينايل امين. نفس الفكرة في الفينايل أمين. فينايل أمين لما نجي تشوف حتى هي، طبعا أنا نحط في المجموعة سواء هنا أو هنا أو هنا في أي مكان في الحلقة لأن كله متكافئ، أي مكان صحيح، يعني المهم أن الترقيم صحيح. يعني هنا توا هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. المهم وين يدخل دخل البروم هنا؟ في موقع اثنين وأربعة ستة. موقع اثنين وأربعة ستة، فهمت علي؟ فمش مش ضروري يعني هنا نحط المجموعة أو هنا، عادي ممكن أي مكان نحطه عادي. المهم نفس الفكرة لما يتفاعل مع بي آر اثنين نفس الطريقة بالضبط، حيدخل عندي ثلاثة بي آر، حيجي ثلاثة البي آر بتاعي حيكون في المواقع اللي هي لو حطينا إن إتش تو هنا، حيجي هنا البي آر، وحتجي هنا البي آر، وحتجي هنا البي آر. فيقعد عندي شنو؟ هيقعد عندي 2 4 6 ثلاثي برومو فينايل أمين. هذا عبارة عن اسمه فينايل أمين. فينايل أمين هي عبارة عن شنو؟ مشتق هيدروكربوني، حتى هو يعني آخر زي الفينول وزي المشتقات الأخرى. الجين سي 2 اتش 4 طبعا احنا قلنا هذا لونه أحمر، طبعا هو ليكويد البروم أحمر، نفس الفكرة ليكويد أحمر، يختفي اللون بمجرد التفاعل، حيختفي اللون هنا عندي زي 3 اتش بي ار. عندي سي 2 اتش 4 هي سي 2 اتش 4 هي نفسها سي اتش 2 رابطة ثنائية CH2، هذه هي نفسها C2H4 اوكي زائد BR2. طبعا هنا حيتفاعل في وجود مذيب، حيتفاعل في وجود مذيب. شو بيصير في الحالة هذه؟ حيعطيني اللي هو CH2 رابطة CH2. طبعا هنا شو بيصير في الحالة هذه؟ حيكون عندنا ال 2 BR، حتجي وحدة وحدة هنا، وحتجي وحدة هنا، كويس، مع ك
كسر رابطة الثنائية، تنكسر رابطة ثنائية باش يحدث تفاعل، فهيعطيني هنا هذا بي ار وهنا بي ار متجاور. المهم هيعطيني 1-2 ثنائي برومو ايثان، 1-2 ثنائي برومو ايثان. اذا شين بيصير في الحالة هذه؟ حنلقى اللون الاحمر يختفي، اذا هنا يختفي اللون الاحمر كله، فيهن كلن يختفي اللون الاحمر، اذا معناه كل ما سبق صحيح. السؤال 72، فراغ المعادلة نقط زائد NH3 هيعطيني C2H5NH2 زائد HBr. المعادلة هذه هتشوفوها اللي هي تفاعل نقط، كتب لي هنا نقط زائد NH3، هذه أمونيا نيتروجين عليه زوج من الإلكترونات، شو يعطيني هنا؟ هيعطيني C2H5 بعدين NH2 زائد هنا شنو كتب لي؟ HBr. HBr ما نتوقع هنا بيكون عندي. شو نتلاحظوا انتو؟ انتو لاحظوا حاجة كي هتلاحظوا ان NH2H هي هذه، معلش هي هذه اللي NH3، هتلاحظوا شنو هنا؟ هتلاحظوا معلش لخبطت انا، بس هنا بندير علامه على هيا، هتلاحظوا شنو؟ هتلاحظوا NH3 هي موجوده، معناها شنو اللي حيكون باقي؟ انا C2H5Br، انا C2H5Br معناها حيكون عندنا اللي هو من C2H5Br اللي هو اسمه برومو ايثان، برومو ايثان. برومو ايثان صحيح، يجي مكتوبه برومو ايثان، باهي C2H5Br اللي هي الف صحيحه. بعد ايش ندار؟ رسمها لي بطريقه اخرى، نفس الرسمه C2H5 هي نفسها CH3CH2Br، هذه هي نفسها هذه، هي C2H5، فهمت عليها؟ فهن كلن صحيح. يدخل النيتروجين في تركيب المركبات العضوية الآتية: أمينات، كحولات، أحماض كربوكسية، أسترات. النيتروجين يدخل في طبعا تركيب الأمينات، زي هذا، هذا أمين، مركب هذا أمين لأن في نيتروجين، كويس. كحولات لا، لأن ما فيش نيتروجين. الأحماض الكربوكسيلية لا، لأن ما فيش نيتروجين. الإسترات حتى هو ما فيش. إذن الوحيدة الأمينات في الاختيارات الوحيدة حيكون فيها نيتروجين، إذا طبعا بالإضافة للأمينات شنو أخرى، حتى الأميدات، الأميدات فيها نيتروجين. 74، أي الأزواج المركبات الآتية يكون أيزومرات، اللي هو الأيزومرزم، نحن نقول عليه ظاهرة اللي هي الأيزومر، هي الظاهرة هذه اللي هي الأيزومرزم هذه، أو اللي هي تعطيني حاجة اسمها أيزومرزم، اللي هي الأيزومرية، الأيزومرات أو الأيزومرية. الأيزوس هي كلمة لاتينية أو كلمة يونانية، المهم أن المعنى بتاعها حنلقوا أن هي شنو المعنى بتاعها، اللي هي مركبات أو متشكلات مختلفة وتتفق في نفس الصيغة الجزيئية. فهنا معطيني أي الأيزومرات هي بتكون موجودة هنا، ألف هكسان وأيزو هكسان، هكسان وأيزو هكسان، هكسان وأيزو هكسان، من واضح أن هي أيزومرات. هكسان معناه النورمال اللي هو العادي، اللي هو ما فيش برانش أو ما فيش تفرع، نقول عليه إحنا ما فيش طالع منه تفرع. المهم أن الهكسان حيكون 1-2-3-4-5-6، 6-1-2-3-4-5-6، هذه رسمة للصيغة البنائية اللي يسموا فيها
رسمة السكيليتال أو الهيكلية، وعادة نقول عليها البوند لاين مثلاً، لا كم اسمك يا المهم إن هذه رسمة سهل. هذا توه هكي، هذا هيكسان، هذا نقول عليه نحن هيكسان عادي، هيكسان يعني ما سلسلة مستقيمة، ونقول نحن هنا آيزو هيكسان. ممكن يكون هكي 1 2 3 4 5، السادسة وين نحطها؟ نحطها هنا، فهمت علي؟ يعني ذرة الكربون نحطها هنا، هيا هيا هذه وين نجيبها؟ نجيبها هنا، هيا اللي هي حطيناها هنا، هيا فهمت علي؟ لذلك حقيقة هذا عبارة عن شنو؟ أيزو هكسان، أيزو هكسان. وقلنا حكينا نحن طبعا قلنا هذين بداية الخط ونهاية الخط وزوايا التقاء الخطوط. زوايا التقاء الخطوط تعبر عن ذرات الكربون. در الصيغة هذه ما توضحش فيها ذرة الكربون ولا الهيدروجين، يعني ما نشوفهاش أنا على ذرة الكربون والهيدروجين، لكن ترسم بشكل سريع عشان اختصار الوقت. المهم من عندنا أخرى؟ باء. الرسمة اللي في باء شن داير هو في رسمة باء؟ داير 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 باهي. وقارنها لي بمن هنا؟ قارنها لي 1 2 3 4، الخامسة حطها هنا، أوكي، يعني 5 5، أوكي، يعتبر هن الاثنين يعتبرون شنو؟ أيزومرات أو متشكلات. جيم بيوتان وأيزو بيوتان، بيوتان 4 1 2 3 4، وهذا الأيزو بيوتان 1 2 3، وهذا الرابع بيوتان، أيزو بيوتان، هذا عبارة عن بيوتان، وهنا أيزو بيوتان، أيزو بيوتان اسم بتاعها هكي أيزو بيوتان. فكرة كلمة الأيزو تعتمد على وجود ذرة كربون واحدة اللي هي مجموعة هذه، هذه هي نفسها لو أنا بنرسمها، بنرسمها هكي، هذه سي معناها كم عليها ذرة هيدروجين؟ عليها 1 2 3، ديش لنا في رابطة هنا، شي قد الكربون رباعي فيحتاج إلى 3 هيدروجين، 1 2 3، اللي هي أنا هنرسمها كيف؟ هنرسمها هكي CH3 بالشكل هذا. فلما تكون المجموعة هذه موجودة على ذرة كربون رقم 2 وسلسلة طويلة ما فيهاش إلا تفرع واحد على ذرة كربون رقم 2، ونوع التفرع هذا هو مجموعة ميثايل. ليش أنا قلت ميثايل؟ لأن مش ميثان، هو مش CH4، هو CH3 ناقص هيدروجين، فنقول ميثايل الكايل يعني. فلما يكون فيه مجموعة ميثايل على ذرة كربون رقم 2 في سلسلة طويلة يطلق على هذا المركب كله أيزو، أو نعطيه المصطلح أيزو أو البادئة أيزو. زي هنا مثلا شفتوا هذه على ذرة كربون رقم 2 في سلسلة طويلة فيطلق عليه أيزو. بس لو كانت في مجموعة هنا معش قد أيزو، خلاص كيف الحالة. السؤال دال كل ما سبق صحيح، طبعا هن كلهن صح. السؤال 75، كل الآتي من خواص الإيثانول مع كل الآتي، اللي جاي كله هو خواص الإيثانول ما عدا في خاصية ما هيش من خواص الإيثانول. هنبدأ بألف اللي هي مجاوبينها ألف، يحول لون صبغ الدوار الشمسي إلى الأزرق. نحن قلنا الكحولات بشكل عام متعادلة، يعني كان نقول كحول زي المية، يشبه الماء بالضبط، متعادل، يسلك سلوك الأحماض وسلوك من؟ يسلك سلوك الأحماض ويسلك سلوك القواعد في نفس الوقت، وبالتالي يعتبر شنو؟ يعتبر الإيثانول متعادل، تأثيره متعادل. أكيد باء طبعا يتفاعل مع الأحماض العضوية، أكيد حيتفاعل الإيثانول مع الأحماض العضوية ويعطيني إستر وماء. الأحماض العضوية شو مقصود بها؟ اللي هي أحماض الكربوكسيل أو حمض الكربوكسيل. جيم سائل درجة غليانها 78، إيثانول طبعا فعلا يغلي عند درجة 78 تساهمي الرابطة. السؤال 76، أي الآتي لا يعتبر من خواص الأحماض العضوية؟ من اللي مش من خواص الأحماض العضوية؟ يكون ألف يكون سلسلة متجانسة، عندها سلسلة متجانسة الأحماض العضوية اللي هي أصغر حمض عضوي كان تذكروا خذيناه نحن، اللي هو من؟
اللي هو طبعا احنا عندنا COH هذه ثابتة. اصغر حمض عضوي في اللي يقول لك نبدا ب CH 3 خلاص هذا اصغر واحد تمام. لا هو في احنا قلنا في اصغر منه اللي هو من ما يكونش في عندنا كربون اللي هو HCOH. هذا من هذا عبارة عن حمض ضن ويك. مثالنا نظرة كربون واحدة ويك هذه النهاية بتاعت الاسم في الأحماض العضوية. عنده اسم شائع طبعا هو اللي هو حمض الفورميك. وفي طبعا اللي بعدها المتجانس CH3 بعدين COOH من هذا حمض الإيثانويك. حمض الإيثانويك أو مشهور باسم حمض الأسيتيك اللي هو أسيتيك أسيد أوكي. أو حمض الخليك لأنه موجود في الخل بنسبة 2 إلى 5% واللي بعدها حنقول CH3CH2 بعدين COOH. شفتوا هنا هنا هيدروجين هذا ما فيش ذرة كربون بكل هنا بدينا بذرة كربون واحدة هنا عندنا ذرتين كربون. المهم ان هذا يسمى في التجانس او المتتالية في من في الأحماض الكربوكسيلية. هنا كم عندي ذرة كربون واحد اثنين ثلاثة. شوف الاسم توا لازم نعده كله يعني هنقول هنا مث إث بروب بما ان سي او اتش هنا هنقول حمض بروبان نحط ويك لازم نحط شنو اللاحقة اللي هي ويك فيصبح هنا شنو فيصبح اسمها هنا بروبان ويك. ماشي سلسلة متجانسة خلاص عرفناها. ب صيغتها العامة صيغتها العامة تو خلينا نشوفه لو خلينا طبقنا هكي تو هذا الكايل وهذا الكايل تمام. جينا قلنا هكي معنى الكايل سي ان اتش 2 ان زائد واحد لان الكايل بيكون شنو هو الكان ناقص هيدروجين بعدين سي او او اتش هذه الصيغة العامة. فتلاحظوا في با مكتوب الصيغة العامة CnH2n زائد 2 مش زائد 1 كاتبين زائد 2 وهذه الخطأ طبعا. جي موديل حنلقى مجموعة الوظيفية COH معروفة خواصها متشابهة اللي هي من مقصود بها الخواص الكيميائية طبعا متشابهة لأنها نفس المجموعة الوظيفية بيكون خواصها متشابهة. خواص الفيزيائية مختلفة مش متشابهة اللي هي درجات الغليان والانصهار والذوبانية إلى آخره. 77 قيم إن المحتملة في الصيغة العامة للأحماض الكربوكسيلية هي هذه مرة دوينا عليها نحن قيم إن تبدأ من صفر يعني لو جينا هنا تبدأ من صفر طبعا هذه لما نقول سي صفر هذه دوينا عليها محاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها وقلنا هنا 2 في صفر زائد 1 COOH اوكي. في الحالة هذه ايش بيصير سي صفر ما فيش كربون هذه هيدروجين 2 في صفر بصفر زائد 1 معناها حيكون عندنا 1 HCOOH اللي هي تطلع لي من حمض الفورميك اللي فوق. اذا معناها هي تبدا بصفر اذا هنا وجود حمض الميثانويك او الفورميك يعطي قيمة ان تساوي صفر في حالة الأحماض الكربوكسيلية. اذا صفر 1 هنا هيكون صفر هنا معناها واحد هي ذرة كربون واحد هنا اثنين هذه ذرتين كربون وهكذا. إذا إجابة ألف. سؤال 78 أي الآتي هو مركب الديهيدي؟ مركب الديهيد طبعا في المجموعات الوظيفية اللي نحن مرة تكلمنا عليهم قلنا نحن المجموعات الوظيفية المميزة المجموعات الوظيفية المميزة من ضمنها كان فيه ما ذكرناش نحن اللي هو زي الألدهيد والكيتون. هذه مجموعة وظيفية الألدهيد اللي هو المجموعة الوظيفية تعالي والسي رابطة ثنائية O تمام مربوط هنا ب H وهنا ينحط R ينحط AR يعني يا إما ألفاتي يا إما أروماتي. المهم خلينا نقوله مثلا R فيصبح عندنا شو بيصير هنا هنلقى COH بالشكل هذا C رابطة ثنائية أو بعدين H كويس. هذه زي ما قلنا نحن هذه صيغة تحت الألدهيد هذه المجموعة الوظيفية للألدهيد أيه هذا اللي يهمنا. ممكن نكتبها هكي ممكن نكتبها C H
او يعني الاو تنزل بعد الاتش بالشكل هذا خلاص ايا كان مربوط بالار مش ضروري حتى الار تحولها الار المهم انه شنو بيكون سي اتش او او سي رابطه ثنائيه او بعدين هنا عندنا الاتش هذه بالنسبه للالديهيد ففي السؤال اي الاتي هو مركب الديهيد طبعا هنا تلاحظوا لا هذه ولا هذه قاعده في الاختيارات الاولى كربوكسيل الثانيه في واحد اخر كيتون كيتون نلقى ان هو سي رابطه ثنائيه او كويس مش مربوط اتش بكل يعني انا مربوط بار بالجهه هذه وهنا ار اوكي فيجد الكيتون هذه هي المجموعه الوظيفيه للكيتون او ممكن طبعا نرسمها هيك سي او بالشكل هذا اللي هو يطلع عندنا كيتون فتلاحظوا ان في باء رسم لك الباء رسم لك كيف رسم لك هيك سي اتش 3 سي اتش 3 تلاحظوا اللي في النص هذه هي قاعده عندك في باء هي كيتون معناها باء كيتون جيم او اتش معروفه مجموعه هيدروكسيل هيدروكسيل كحول اذا معناها كل ما سبق خطا ما فيش الديهيد بك يعني هذا موش قاعد هذا او هذا موش قاعد نجو توا للسؤال اللي هو 79 السؤال يقول يكون مقدار الايثانول الناتج من تخمر 0.4 كيلو جرام سكر عنب حسب المعادله المعطيه ليا حنشوف توا ليش هو اختار 0.2 كيلو جرام هشوف مع بعضنا بالنسبة للسؤال هذا هي المسألة موجودة في من مسائل تاعت سنة أولى ثانوي باب المول فعندنا هنا C6 H12O6 هذا بالنسبة للسكر أوكي فهذا السكر معطيني معادلة بتاعه أنه هو تصير عملية تخمر فيعطيني 2 مول من C2H5OH زائد 2 مول من ثاني أكسيد الكربون معادلة موزونة تمام فعندنا هنا سكر العنب فهو في السؤال يكون مقدار الإيثانول يعني هو أنا يبي مقدار الإيثانول فحندير M يعني ماس يعني الكتلة أو مقدار أوكي حندير هيك علاقة خط كياي هذا حيكون مكتوب من تخمر 0.4 كيلو جرام 0.4 كيلو جرام من السكر شو ندير هنا في الحالة هذه حنكتب تحت منها اللي هو من حنديره تحت منها الوزن الجزيئي أو الكتلة الجزيئية يعني أنا حندير عندي كتلة جزيئية بالنسبة للسكر سي 6 يعني معناها 6 في 12 زائد 12 في 1 زائد 6 في 16 بعدين حيعطيني الكتلة الجزيئية نسبة وتناسب يعني حندير هنا عندنا 2 في هذه 2 في الكربون 2 في 12 هيا بعدين زائد الهيدروجين 5 1 6 بمعنى 6 في 1 زائد الأكسجين عندنا كم؟ عندنا 16 لأن عندنا هنا هذه 2 هي هي هذه وعندنا 2 كربون 2 في 12 منين جبت أنا ال 12؟ هذه الكتل الذرية لأنها موجودة عندنا في يعطيها لك في سؤال يعني تمام الـ H1 والكربون 12 والأكسجين يساوي 16 فأنا سجلت فيجي عندنا 5 1 6 6 هيدروجين وعندنا 16 من الأكسجين المهم اللي ناح نديره شنو حندير الطرف هذا يساوي الطرف هذا فيصبح أنا عندنا كتلة الإيثانول يعني حندير هيك كتلة الإيثانول تساوي اللي مضروب في الإيثانول أو مضروب في الكتلة هنا حنحطها في المقام هيكون عندنا عندنا هذين 96 بعدين 12 يعني حيطلع 180 تقريبا إن شاء الله 180 وعندنا فوق 0.4 في هنا عندنا 24 30 46 46 في 2 نقول هنا 46 في 2 المهم لما نجي نحسبها كلها هنا حيطلع 92
92 في بوينت 4 هنقسم حيطلع معايا بوينت 2 إيثانول هيطلع معايا بوينت 2 كيلو جرام هيطلع معايا بوينت 2 كيلو جرام لأن هذه مع بعضها هتطلع 92 وهذه بوينت 4 يعني 4 هتنزل 10 هينزل لوطة هيجد في الأسفل فحنضرب 4 في 92 وعندنا هذه 1800 هيطلع التقسيم لأن 4 هتمشي مع ال 1800 هنقسم عليه 4 هيطلع إن شاء الله بوينت 2 دي الإجابة بوينت 2 كيلو جرام هتلاحظوا حاجة أنا هنا الوحدة بالكيلو جرام كويس ما درتش تحويل يعني ما نحولش كيلو جرام ونضرب في 1000 ما فيش داعي لهاي يعني ليش نضرب في 1000 لأن هي نسبة وتناسب يعني هنا كيلو جرام هتطلع هذه كيلو جرام هذه بالجرام هتطلع هذه بالجرام فهذه الفكرة يعني نسبة وتناسب فلذلك أنا ما حولتش وخليتها زي ما هي. السؤال 80 يتفاعل حمض الإيثانويد ببطء مع فلز المغنيسيوم لتكوين نقط ويتصاعد غاز الهيدروجين. يتفاعل حمض الإيثانويد ببطء مع فلز المغنيسيوم لتكوين نقط ويتصاعد غاز الهيدروجين. طبعا هو حمض الإيثانويد يتفاعل ببطء مع فلز المغنيسيوم ببطء ليش؟ لأن حمض الإيثانويد حمض ضعيف الأحماض العضوية دي ما ضعيفة بطيئة مع فلز المغنيسيوم فلو جينا للمعادلة كتبنا المعادلة أحسن فنمسح أخرى زيادة معلش الصبورة ما زالت شوف سؤال حمض قال لي إيثانويك حمض الإيثانويك اللي هو CH3COOH هذا الإيثانويك مع المغنيسيوم حيتفاعل شي يصير المغنيسيوم يحل محل الهيدروجين ويعطيني CH3COO كويس بس هنا مغنيسيوم تكافأ ثنائي فحنقول الكل اثنين Mg زائد من زائد غاز الهيدروجين متصاعد تصاعد عندي غاز الهيدروجين فيصبح حيعطيني هنا بما أن هذا حمض إيثانويك هذه مجموعة أستر أية لأنه هو طلع الهيدروجين طلع الهيدروجين فتبقى هنا مجموعة أستر هذه أستر يعني بين قوسين وات تنتهي بالوات فلذلك شو بنقول أنا شو حسميه هنقول إي إيثان وات المغنيسيوم تكون عندنا إيثان وات المغنيسيوم إذن إجابة باء تكون معي إجابة باء السؤال 81 يحترق سائل إكس في الهواء مكون مخلوط من غازين إكس سائل وقال لي يحترق في الهواء مكونا مخلوط من غازين أوكي يعكر أحدهما ماء الجير ويحول الآخر لون كبريتات نحاس اللامائية من اللون الأبيض إلى الأزرق يكون السائل إكس طبعا هي قاعدة في الكتاب السؤال هذا في أس الباب تقريبا بس شن ديرين هما في أس الباب ديرينها غاز يحترق غاز إكس في الهواء لكن هما هنا في الـ في الـ في الأسئلة محولينها إلى سائل فالمهم السائل هذا إيثين غاز ما نقدرش نختاره لأنه هو قال لي سائل إذن ألف نحولها باء أو أكسيد الكربون مستحيل يكون سائل أو أكسيد الكربون غاز جيم حتى هو غاز إذن الوحيدة هي من هي الإيثانول لأن الإيثانول موجود في صورة سائلة والفكرة أن الإيثانول لما بيحترق الإيثانول سي 2 زي الهيدروكربونات يعني هو لما بيحترق شو بيصير في الحالة هذه وقال لي مكونا مخلوطة من غازين أحدهما يعكر ماء الجير يعني ثاني أكسيد الكربون هذا يعكر ماء الجير يعكر ماء الجير باهي وشن قال الأخرى ويتصاعد ويحول الآخر لون الغاز الآخر لون كبريتات نحاس اللامائية من الأبيض إلى الأزرق أكيد بخار الماء هذا عبارة عن بخار الماء لما يمر على كبريتات النحاس اللامائية يحولها إلى لون الأزرق ليش لأنها شرهة للماء تمتص الماء فتتحول إلى بلورات من
كبتات النحاس اللون الأزرق. المهم إنه حيكون عندنا من سائل إكس هو من؟ هو الإيثانول. سؤال 81، سؤال 82، تعتبر الألومينا، الألومينا هي لما نشوفوها حنقو هي شنو؟ هي أكسيد ألمونيوم النقي اللي هو لونها أبيض. توا الخام البوكسايت، مادة البوكسايت هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن Al2O3 زائد شوائب. شوائب من؟ أكسيد حديد ورمل. شي يدير هنا أكسيد حديد والرمل هذين الاثنين؟ تكسب الخام لون، كان نقول نحن لون أحمر أو لون طوبي، يعني يعطيه لون اللي هو بيكون شنو؟ لون مميز بمادة الخام. المهم أن هذه كلها مع بعضها تعطيني خام البوكسايت. خام البوكسايت بيكون فيه أكسيد الألمونيوم نسبة بتاعه ما بين 25 إلى 30%، والباقي هي شوائب. عشان هيك هذه نسبة قليلة، فلازم يتم التخلص من الشوائب. بعد ما تخلص من الشوائب وتدير عملية التعدين وبعدين التنقية وكذا، الطريقة اللي هي موجودة عندك في الكتاب، شنو يتبقى عندي؟ يتبقى عندي أكسيد الألمونيوم اللي هو ذو اللون الأبيض، فيصبح أنا يتحول إلى Al2O3، هذا بيور أو نقي، هذا عبارة عن أكسيد ألومنيوم أبيض اللي هو شنو يسموا فيه هذا؟ يسموا فيه ألومينا. هذا هو اللي شنو؟ اللي ناخده بعدين ندير له عملية شنو؟ عملية صهر، نضيف له خام، نضيف له مادة كريولايت باش ننقص من درجة الانصهار بتاعه، ونحطها في جهاز تحليل كهرباء باش يتم استخلاص الألومنيوم فيه. المهم الألومينا اللي حكينا عليها توا هنا مكتوب ألف هي الخام الرئيسي للألمونيوم؟ لا، هي مستخلصة من الخام الرئيسي للألمونيوم اللي هو خام البوكسايت زي ما حكينا. الخام لازم يكون فيه نسبة من الشوائب. با كيميائيا هيدروكسيد ألمونيوم؟ لا، كيميائيا هي أكسيد ألمونيوم. با جيم يمكن حصول عليه مباشرة من التعدين السطحي. الألومينا نحصل عليها من التعدين، ما فيش طبعا تعدين سطحي. كيف تعدين سطحي؟ الكلام كي مكتوب وخلاص، يعني مش لازم تعدين، تنقية وتعدين هذه لازم تندار، الخطوات هذه كلها، فمش تعدين بس وبعدين السطحي، هذا مش عارف مكتوب في الكتاب أو لا. المهم دال أنقى من البوكسايت، أنقى يعني هنا يعتبر أنقى من البوكسايت. شفت البوكسايت فيه نسبة من الشوائب قريب حوالي 75%. إذا الإجابة المعقولة والمنطقية هي دال أنقى من البوكسايت. السؤال 83، أي من خامات الفلزات آتي يمتلك في تركيبه هالوجين؟ هل هو البوكسايت أو ركائز الخرسين أو الكرنلايت أو الهيماتايت؟ الكرنلايت طبعا فيه في تركيبه هالوجين، حتلقوا أنتوا في جدول عندكم موجود اللي هو من ضمن في الباب الثالث، موجود في الوحدة الثالثة، حتلقوا الجدول بتاع المواد الخام موجودة فيها مادة اللي هي الكرنلايت. كرنلايت اللي هو موجود في KMJCl3، هذا جدول مهم جدا، هو الجدول هذا مذكور فيه بعض الخامات للفلزات، خامات الفلزات زي الكرنلايت أول واحد البوتاسيوم كرنلايت، فيه هالوجين اللي هو Cl اللي هو الكلور، فيعتبر الكرنلايت هو اللي فيه الكلور. لكن لو جينا للبوكسايت، البوكسايت ما فيش هالوجين، هو عبارة عن أكسيد ألمونيوم ثلاثي أو Al2O3، والركائز الخرسين في كبريت ما فيش هالوجين، والهيماتايت حتى هو Fe2O3 فيه أكسجين بالإضافة إلى الفلز، لذلك الكرنلايت هو الوحيد اللي بيكون فيه هالوجين. سؤال 84، يمكن الحصول على فلز النقط من تسخين خامه مباشرة؟ الزئبق والفضة والبلاتين هذين موجودة في قاعدة السلسلة
مش محتاجها الى فرن فرن اختزال او عامل مختزل يعني زي الكربون او محتاجها تحليل كهربي بظروف قويه، لا هي اصلا تعتبر خامله، يعني هي ما تفضلش ان هي تتواجد في صوره ايون، هي تفضل ان هي تتواجد في صوره ذريه، وبالتالي مجرد تسخين بس، فحيكون اختيار الزئبق. لكن الخرسين والمغنيسيوم والألمونيوم هذين الثلاثة، خرسين يبي فرن اختزال عملية صهر، والمغنيسيوم والألمونيوم هذين يبى تحليل كهربي. سؤال 85، يتم إزالة شائبة خام الحديد وذلك بتفاعل الشائبة معه. طبعا هي شائبة خام الحديد، شائبة خام الحديد اللي هي الشائبة الرئيسية اللي هي نحكي عليها الرمل، ومش مذكور الشائبة الرئيسية بس هي معروفة لأن خام الحديد قال لي معناها هي الرمل، معروف الرمل إن في شوائب بعد استخلاص الحديد اللي هي الشوائب الثانوية الأخرى، لكن هنا طالما قال لي خام الحديد معناها الرمل. يتم إزالة شائبة خام الحديد وذلك تفاعل الشائبة مع الشائبة اللي هي طبعا الرمل اللي هو ثاني أكسيد السيليكون. فعندنا ثاني أكسيد السيليكون لما يتفاعل مع اللي هو SiO2، هذا عبارة عن ثاني أكسيد السيليكون، ثاني أكسيد السيليكون. فحنلقى شنو ثاني أكسيد السيليكون؟ هذه هي عبارة عن الشائبة الرئيسية موجودة في خام الحديد. المفروض أنك كيف يتم تخلص منها؟ يتم تخلص منها مع تفاعلها مع أكسيد الكالسيوم اللي هو الجير الحي، أكسيد الكالسيوم هذا الجير الحي نطلق عليه جير الحي، كويس. فيتفاعل معه شنو يعطيني؟ يعطيني CaSiO3 اللي هو يطلق عليه سيليكات كالسيوم اللي هو الخبث، قلنا عليه نحن سميناه من قبل خبث، واللي هو بيكون الخبث هذا بيتم استخراجه مع من؟ مع ماسور الحديد. المهم فحنستخدم من اكسيد الكالسيوم. هذه منين جايه اكسيد الكالسيوم؟ من الحجر الجيري اللي هو CaCO3. حجر جيري موجود في الفرن تحت درجه حراره حيتكسر ويعطيني CaO زائد هنا ثاني اكسيد الكربون، يعاود ثاني اكسيد الكربون يدير الدوره بتاعه فيعطيني من؟ يعطيني هنا المهم من اكسيد الكالسيوم. السؤال 86، ينقى خام البوكسايت بعد تعدينه بإذابته فيه. طبعا خام البوكسايت باش نحن نقوم حنذوب خام البوكسايت في من هنا؟ في هيدروكسيد الصوديوم قلوي، هيدروكسيد الصوديوم. شو يصير؟ أكسيد الألمونيوم هذه تذوب في القلوي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم تعطيني هيدروكسيد الألمونيوم، والشوائب طبعا ما تذوبش فتنزل في الأسفل، فيتم شنو؟ ترشيحها والتخلص منها. فبالتالي حنذوبها في من؟ في هيدروكسيد الصوديوم. طبعا لما يعطيني هيدروكسيد الألمونيوم يتم مرة أخرى تسخينه هيدروكسيد الألمونيوم، بعدين يعطيني شنو؟ يرد يعطيني الألومينا اللي هو أكسيد الألمونيوم. السؤال 87، تعتمد مباشرة كتلة الألمونيوم الناتجة والتي تتجمع عند الكاثود على نقط وزمن التدفق. هي طبعا يعني معروفة كتلة الألمونيوم يعني تعتمد بشكل كبير ورئيسي على حجم التيار، يعني حجم التيار الكهربائي اللي يعني كل ما كان حجم التيار أعلى وزمن التدفق بيكون أعلى بيعطيني شنو؟ بيعطيني كمية أكبر من كتلة الألمونيوم. السؤال 88، خام الكريولايت يحتوي على نقط التي تنتج غاز سام أثناء الاستخلاص الألمونيوم. خام الكريولايت Na3AlF6 هذا عبارة عن شنو؟ يحتوي على غاز اللي هو من؟ غاز الفلورين، كويس. غاز الفلورين كويس هي عبارة عن مادة سامة، فقال لي تحت خام الكريولايت يحتوي على النقط التي تنتج غازا ساما. مقصود بالغاز السام اللي هو غاز من؟ غاز الفلورين أو غاز الفلور. طبعا هي موجودة فيه
مادة الكريولايت يحتوي على من؟ يحتوي على أيون الفلور. هي مذكورة طبعاً هنا ذكرناها نحن في موجودة في نهاية الباب الثالث قاعدة، فدوينا عليها أن يجب التحكم في عملية عدم تسرب، عدم تسريب أو عدم تسرب شنو مادة الفلورين، لأن المادة هذه لو تسربت هي تعتبر سامة، وهنا قلنا تعتبر سامة ودوينا عليها. هذه يسموا فيها الكريولايت. كريولايت هذا يخلطوا فيه مع من؟ يخلطوا فيه مع أكسيد الألمونيوم الأبيض. ليش؟ باش ينقص درجة الانصهار بتاع أكسيد الألمونيوم من 2000 إلى تحت 1000، لأن لو خلوا هذا بروحه 2000 درجة مئوية صعب أن جهاز تحليل كهربي بيكون فيه درجة حرارة 2000 درجة مئوية، يعني هيك تحترق الأقطاب، وبالتالي حينقصوا من درجة حرارة انصهار مادة أكسيد الألمونيوم أو الألومينا البيضاء بإضافة من؟ بإضافة كريولايت، يضيفوه ويخلطوه مع بعضهم. فش يصير في الحالة هذه؟ تنقص درجة انصهار أكسيد الألمونيوم من 2000 إلى تحت 1000 درجة مئوية، 980 أو 960 درجة مئوية. لكن مشكلة المادة هذه اللي هو الكريولايت فيها أيون اللي هو الفلورايد، هو الأيون هذا اللي هو F شحنة سالبة، هذا بعدين يتحول إلى غاز فلورين وهذا بيعتبر مادة سامة. السؤال اللي بعده، سؤال هنا قال لي سبيكة تستخدم في المصانع الكيميائية وأدوات المائدة وأدوات الجراحة، وتتكون من سبيكة هذه اللي هي بتكون فيها نسبة من النيكل والكروم اللي هي تستخدم فيها أدوات الجراحة وأدوات المائدة، هذه موجودة عندكم، والحديد، حديد ونيكل والكروم، حتكون السبيكة اللي هي ألف، هنختارها سبيكة ألف. سؤال 90، يتم اختزال خام الحديد إلى حديد مصهور في الفرن العالي، الاختزال وين حيكون؟ طبعا هنا دير لي قمة وسط قاع في مكان آخر داخل الفرن، يعني ما تجيش. طبعا هو يتم تلقيم المواد الخام في من قمة الفرن، تمام؟ فقال لي عملية الاختزال لخام الحديد تتم عند القمة، يعني نقول قمة الفرن بيكون في عملية الاختزال لخام الحديد. وش يصير في الحالة هذه؟ يتحول من أكسيد اللي هو الأكسيد حديد ثلاثي اللي هو الهيماتايت إلى الحديد اللي هو المصهور، بيكون طبعا عند قمة الفرن. طبعا شو اللي حينتج مع الحديد اللي هو الحديد اللي حيطلع معي؟ هو حديد زهر، حديد غفل، يعني مازال في نسبة من الشوائب، موش نقي، يعني موش حديد مطوع، حيطلع معي شنو أخرى؟ الناتج الآخر اللي حيطلع اللي هو يكون في مخرج آخر اللي هو من عندنا؟ الخبث اللي هو سيليكات الكالسيوم، هي دوين عليها بدل. السؤال 91، الصيغة الكيميائية لصدأ الحديد هي؟ صدأ الحديد حنختار طبعا الصيغة الكيميائية اللي هي باء Fe2O3 H2O، طبعا هي NH2O لكن هي H2O اوكي، لان طبعا مكتوب هنا اللي هو الاس يعني solid، يعني طبعا اللي هي الطبقة البنية الهشة اللي هي تتكون فوق طبقة فوق الحديد او سطح الحديد، هذه سهلة الانسلاخ، وبالتالي حيكون عبارة عن شنو؟ اكسيد الحديد الثلاثي المائي اللي هو في باء، أكسيد الحديد الثلاثي المائي. السؤال 92، الطريقة الملائمة لاستخلاص البوتاسيوم من خاماته هي؟ تحلل الكتل الحراري؟ لا طبعا، البوتاسيوم موجود في قمة السلسلة، ما فيش إلا يعني استخلاص البوتاسيوم قمة السلسلة، ما فيش إلا طريقة واحدة اللي هي التحليل الكهربي، يعني ألف لا خطأ، باء تسخين خام حتى هي خطأ، جيم تحليل كهربي المصهور الخام هذه أوكي، دال طبعا تصميم فحم كوك في الفرن هذه ما نستخدمهاش للبوتاسيوم، نستخدم لها الوسط السلسلة اللي هو خرسين حديد رصاص ومعها النحاس. السؤال 93، المعادلة الرئيسية الناتجة عند الأنود في خلية استخلاص الألمونيوم من البوكسايت النقي. طبعا المعادلة اللي هي في عملية الاستخلاص هنشوفوها توا مع بعضنا. المعادلة، فكرة المعادلة هي تعتمد على شنو؟ اللي هي معادلة الأكسدة والاختزال،
هشوف هنا مع بعضنا معادلات الأكسدة والاختزال. عندنا AL2O3 طبعا هيتحول بعد الصهر إلى AL موجب 3 زائد O ناقص 2. طبعا هذا وين يمشي؟ يمشي للكاثود هو السالب، وهذا وين يمشي؟ يغادر إلى الأنود. أيونات الألمونيوم الموجبة هذه تغادر إلى الكاثود، وأيونات الأكسجين السالبة تهاجر أو تغادر إلى الأنود. فش يصير؟ يحدث تفريغ انتقائي للشحنة، أو نقول نحن مش انتقائي لأنه مصهور، يحدث تفريغ للشحنة، ما فيش انتقائية لأنه ما فيش مية أنا، وبالتالي شو بيصير؟ حيحدث تفريغ للشحنة. يحدث تفريغ للشحنة موجودة عند كان في سنة تانية في الباب الثاني اللي هو التحلل الكهربي أو التحلل التفريغ الشحنة. يحدث تفريغ للشحنة، كل واحدة منها تتخلص من الشحنة بتاعها. إيه الموجب 3 شو بيدير هو؟ يمشي للكاثود، حيكتسب منها 3 إلكترون. كم محتاج هو؟ محتاج 3، فيتحول إلى AL متعادل في الحالة هذه. بقى هذا وين؟ عند الكاثود يحدث. بقى ينجون للO ناقص 2 كويس. طبعا هنا مش زيها، مش يختلف، طب هذا موجب 3 معناه محتاج يكتسب، يبي ياخذ الكترونات. هذه منين ياخذها؟ ياخذها من الكاثود، قطب الكاثود. اما هذا عنده زياده في الالكترونات فيعطيهم، بالعكس حيعطي الالكترونات الزائده فيتحول الى O متعادل، تحول الى O متعادل زائد. طبعا هو حيتحول الى O2 لان ذره O مع ذره O واحده اخرى شو يعطيني؟ حيعطيني O2 اللي هو غاز من؟ غاز الاكسجين، مظبوط ولا لا؟ كويس. اذا هنا في الحاله هذه حنقول شنو؟ حنقول عندنا هنا حنوزن المعادله بتاعي، مثلا حيكون هنا عندنا 2، يجد معناه 2 في 2 4، 4 الكترونات. اذا في الحاله هذه حيكون هذا عند الانود، او المعادله هذه عند الانود. او ممكن الوزن من الاول هنا هي هذه 2، وهنا عندنا هذه 3 تمام. فممكن هو هنا داير 3 كويس، وهنا عندنا 3 كويس، يجد هنا 3 في 2 6، يجد هنا 6، 6 في 2 12 الكترون، 12 الكترون. يجد هنا كأنه فقد عندي كم؟ كأنه فقد عندي 12 الكترون، نفس ما هو داير في المعادلة اللي موجودة عندكم في دال. طبعا هو قال لي المعادلة الرئيسية الناتجة عند الأنود، نحن نبو الأنود، الكاثود ما نبوش. المعادلة الرئيسية الناتجة عند الأنود في خلية استخلاص الألمونيوم من البوكسايت هي، هنختار المعادلة هذه اللي هي الأكسجين يفقد، وحيعطيني شنو؟ حيعطيني غاز الأكسجين اللي هو 3O2 تمام، و12 إلكترون حيطلع عند الأنود. السؤال 94 هو معظم الصفحة هذه كلها في الباب الثالث. لاستخلاص الفلز الخرسين من خاماته الذي تعرف بركائز الخرسين نجري العملية الآتية. الخرسين منين يجيبوه؟ الخرسين، الخرسين يجيبوه من ركائز الخرسين اللي هو من؟ اللي هو ZNS اللي هو كبريتيد الخرسين. فهنا في حاجة هي بتصير، يقول لك إن ركائز الخرسين ما يتمش اختزالها مباشرة داخل الفرن، لا، نحن نديروا حاجة قبلها. شو نديروا نحن هنا؟ نديروا لها عملية شنو؟ عملية أكسدة في الأول، يعني هذه ZNS هذا ركائز الخرسين، هذه هي المادة الخام، هذه مادة خام. شو يصير في الحالة هذه؟ هذه ZNS كويس، نديروا لها عملية شنو؟ أكسدة، أكسدة. شو نديروا بعدها؟ هنحولوها إلى ZNO كويس، يعني شو ندير؟ نأكسدها في الأول كويس، فتحول إلى ZNO زائد SO2 كويس. SO2 غاز ثاني أكسيد الكبريت، هذا يستخدم كمنتج ثانوي في صناعة حمض الكبريتيك، وحيعطيني هنا بعدين ZNO. هنا ZNO الخطوة الثانية شو ندير؟
خلاص دير لها انا كربون كعامل مختزل، نقول نحن عامل مختزل كربون او اول اكسيد الكربون، ويكون عندي شنو اللي هو فرن الاختزال، نضعه في فرن الاختزال لانه هو الخرسين يعتبر في بدايه السلسله يعني قبل الحديد، فيحتاج الى فرن الاختزال. وتاشي يصير هيتحول الى زد ان زائد مثلا هنا اللي هو السي او. هنا قال لي صهر الخام ثم اضافه فحم الكوك، لا ما تجيش. باء تحميص الخام ثم اضافه فحم الكوك لاكسيد الخرسين. تحميص الخام اللي هو التسخينه المقصود به اللي هو الاكسده في الاول، ثم اضافه فحم الكوك لاكسيد الخرسين، يعني هذا هو فحم الكوك اللي هو عامل مختزل. عامل مختزل يعني شو معناها في البدايه تحميص الخام؟ تحميص الخام يعني تسخينه، تسخينه للاكسده فيتاكسد فيتحول الى زد ان او زي ما قلنا، يتم تخلص من الكبريت الى ثاني اكسيد الكبريت. الكبريت هذا لازم تخلص منه، لان لو ما تخلصتش منه حيدي لي مشكله، يعني انا الكبريت يتحول الى منتج ثانوي اخر، فهذا ما نبوش نحن مش مرغوب فيه. جيم تسخين هذه لخام الخرسين ما فيش طبعا منا كده مظل، وتسخين هذه لخام الخرسين تحميص الخام فقط، هذه حتى هي فقط ما تجيش تحميص الخام لان حيعطيني مازال زد ان او، وكنا نبي زد ان بروحها لان هي عمليه استخلاص. اذا اجابه باء تحميص، اذا هذا حنقول عليه نحن تحميص، اللي هو شو المقصود به؟ هو المقصود به الاكسده تحميص الخام. السؤال 95، سبيكة الفولاذ الطري واللين الذي يستخدم في هيكل السيارات تكون نسبة الحديد في هذه السبيكة؟ طبعا مكتوب الطري واللين، كل ما كانت نسبة الكربون أقل ما يمكن كل ما كان السبيكة أضعف، يعني زيادة الشائبة أو زيادة الكربون في السبيكة تخليها أقوى وأصلب وأقل عرضة للعوجاج، وبالتالي هنا بيكون طري ولين، سبيكة فولاذ طري ولين معناه بيكون شنو؟ سبيكة فولاذ ذو نسبة كربون منخفضة أو قليلة، معناه حيكون 99.5. إجابة ألف. سؤال 96، لزيادة طبقة الحماية من أكسيد الألمنيوم نستخدم عملية تعرف بالاستخدام هذه في السؤال اختبر فهمك، قال في الباب الثالث، لزيادة طبقة الحماية من أكسيد الألمنيوم نستخدم عملية تعرف بالاستخدام الانودي، تعرف بالاستخدام الانودي. هي طبعا السؤال هذا ناقص، هو مفروض كان حطوا السؤال كامل لان السؤال هذا موجود، يقول لك ان اكسيد الالومنيوم يتغطى بطبقه من الاكسيد بسمك معين، لزياده هذه الطبقه كالحمايه يعني ندير حاجة اسمها الاستخدام اللي هو الانودي، استخدام الانودي اللي هو نزيد من طبقة شنو؟ الاكسيد، يعني نجي نزيد منها، وبالتالي هنا حيكون عندنا الاستخدام، هنا بيكون في انود يعني نستخدمه كانود في الحالة هذه، وبيكون شنو عندي زيادة في الطبقة. 97، سؤال 97، المادة التي تطفو فوق ماسور الحديد الزهر في الفرن العالي هي؟ المادة التي تطفو فوق ماسور الحديد الزهر اللي هو الخبث، طبعا الخبث أخف من الحديد الزهر فيطفو فوق منه، وهذا حيكون أخف منه، فهو اللي حيطلع في البداية حيكون فوق أعلى منه، بالتالي ليش؟ لأنه أخف. سؤال 98، معادلة التي تعتبر أفضل تمثيل لاختزال الحديد خام الحديد في الفرن العالي هي؟ طبعا هنا المعادلة الأفضل لتمثيل اختزال خام الحديد طبعا هي باء واضحة، الأولى لا لأن فحم الكوك اللي هو الكربون ما استخدمناش نحن في عملية الاختزال، وجيم لو تشوفوا حتلقوا FeO2 هذا مش خام الهيماتايت فخطأ، ودال برضو حتى نفس الشيء FeO مش خام الهيماتايت، والكربون مش الكربون اللي استخدمناه عامل مختزل بل هو CO، إذا إجابة باء هي صحيحة. سؤال 99، أي من الجمل الآتية لا تنطبق على الألكانات؟ طبعا أي من الجمل الآتية لا تنطبق على الألكانات اللي هي لو تلاحظوا سلاسل متجانسة في ألف، سلاسل متجانسة تمتلك الصيغة العامة CnH2n زائد 2، هذه تنطبق على الألكانات. باء العضو الثالث فيها هو غاز البروبان، العضو الأول ميثان بعدين الثاني
إيثان بعدين بروبان صح العضو الثالث وهو غاز. جيم تتفاعل بالإضافة مع غاز الكلور. تتفاعل بالإضافة مع غاز الكلور، الألكانات ما تتفاعلش بالإضافة، تتفاعل بالاستبدال. يعني مع غاز الكلور نستبدل هيدروجين ونحط بداله ذرة كلور، فهم عملية استبدال وليست إضافة. ليش؟ لأن روابطها التساهمية قوية ما تقبلش الإضافة، ما يقبلش الكسر. دال جميع روابطها التساهمية أحادية، طبعا هذا صحيح. إذا جيم هي اللي لا تنطبق على الألكانات. السؤال 100 آخر سؤال لمحاضرة اليوم. سؤال 100 المركب التالي، معطيني الرسم بتاعه، اسمه الكيميائي هو. مركب الرسم بتاعه بتكون بهذه الكيفية. CH3 وهنا عندنا H وهنا عندنا H وهنا عندنا اللي هو ال H. اوكي، لما جينا بنسمي المركب هذا كيف حنسميه؟ الاسم بتاعه كيف حتكون؟ بتجي تسمي اول شيء، يعني الرسمة هي نفسها، هي هكي نفسها CH3 بعدين CH رابطة ثنائية CH2، هذه هي هذه. بس هو هنا نطلع الروابط كيها بالشكل هذا حول الرابطة الثنائية، كويس؟ في الرسمة هذه هي نفس الرسمة هذه بالضبط. فلما نجي بنسمي نعد ذرات الكربون بتاعي، هنقول هنا مث اف بروب. عندنا ثلاثة توها كيها، صح ولا لا؟ ثلاث ذرات كربون مث اف بروب. اوكي، اذا معناها هنقول بروب هذه البادية، صح؟ لأن ثلاث ذرات كربون هي العدد باء. في رابطة زوجية هنا، صح؟ معناها حنضيف ياء ونون. هيا هندير بروبين، هنقول بروبين. بس في حاجة، الرابطة الثنائية وين موقعها؟ وين مكانها؟ تعال شوف المكان بتاعها. لما جينا نشوف نعدنا السلسلة بتاعي، طبعا هنا السلسلة المركزية اللي فيها ذرات الكربون هي هذه. فلو أنا بنعد عندي الطرف هذا وعندي الطرف هذا، هذين الطرفين، فلو ما نجي نعد هنا نقول 1 2، يعني الرابطة الثنائية جاية على ذرة كربون رقم 2. نعد من الطرف الآخر اللي هو اليمين 1. في قاعدة في التسمية تقول شنو؟ تقول إن الرقم السلسلة بحيث تكون الرابطة الزوجية أو أيا كانت غير رابطة أو ثلاثية أو أي مجموعة وظيفية موجودة نعطيها أقل ترقيم. يعني هنا توا الرابطة الزوجية هذه قاعدة نعطيها أقل ترقيم، فما نجيش نقول موقع الرابطة الزوجية هذه حنقول 1 2، ما نجيش نقول 2 بروبين، لا حنقول 1. يعني الترقيم حيكون كيف؟ حيكون 1 2، هذه 3، معناها حنقول 1. أنا حنقول لك 1 بروبين شكرا. يعني هذه هي نفس هذه. أنا ممكن أوضح شوية، هنقول بدأ من رقم من هنا نقول 1 2، فتجد الرابطة الزوجية هنا على 2 على ذرة كربون رقم 2، لا الرقم من هنا، فنقول 1 2 3. أوكي، هنا قاعدة على ذرة كربون رقم 1 رابطة زوجية، فهنقول 1 بروبين. أوكي، فتجد 1 بروبين. طبعا واحد يقول لي باهي لو أن جت الرابطة الزوجية هنا، منين حترقم انت يا استاذ؟ نقول لك اوكي باهي تمام، حترقم من اليسار، صح؟ تقول 1 تمام، ما نجيش نعد من هنا، بنقول 1 2، حتجد 2 معناها من هنا 1. معناها الرابطة الزوجية لو جت هنا او هنا هي نفسها 1، يعني حتجد رقم 1. فهمتوا عليا؟ فمعنى رقم 1 هذه فيش داعي نحطها في البروبين، حتجد بروبين، لان سوا سوا. يعني لو كان هي جايه هكي، لو بحث خليك معايا، الرابطه الزوجيه هنا او هنا هي نفسها، يعني هي حتى من هنا 1، هو هذا تو بروبين. انا درت الهيكل الكربوني تو من هنا 1 ومن هنا 1، معناها فيش داعي نحط 1، خلاص هي اصلا 1 بروبين. انا نعرفها ان هي رسمتها هكي بشكل، بس
في المركبات الأعلى من 3 ذرات كربون لازم الرقم. يعني لما يجيني أعلى مثلاً كيف هذه مثلاً في البيوت مثلاً هذه لازم الرقم. فنقول هنا 1 2 من اللي صار حتى هي تجي 1 2 يعني واحد هيك سوى هيك ولا هيك مزبوط. فديك معناها في الحالة هذه حنقول عندي 2 حنقول عندي 2 بروبين سوري 2 آسف 2 بيوتين. باهي لو جت على الطرف يعني جاتك على الطرف شو بيصير في الحالة هذه؟ معناها حنقول له 1 شفتوا هنا 2 معناها هنا حنقول شنو؟ 1 بيوتين 1 بيوتين لأن لما يجي الرقم اللي صار 1 2 3 معناها واحد يقول لي يا أستاذ هذه ندروها 3 بيوتين لا حسب القاعدة حناخذ أقل ترقيم فتجد هنا عندنا 1 بيوتين. المهم إن الرقم 1 هذا من مقصود به الياء والنون هي الرابطة الزوجية هي نفس الفكرة 2 هذه مقصود بها الياء والنون هي الرابطة الزوجية نفس الفكرة هنا هي الياء والنون هي مقصود بها الرابطة الزوجية بالنسبة لهذه تجزع للترقيم لكن من 4 5 زي البيوتين بنتين وهكذا لازم فيها الترقيم. إذا السؤال حنختار في 100 حنختار ألف اللي هي البروبين هيك يكون وصلت الفقرة اللي هي 100 لهذا اليوم في الفيديو حيكون إن شاء الله لقانا في المحاضرة أو الفيديو القادم بإذن الله تعالى حنبدأ معك من السؤال 101 إن شاء الله ما أكونش طولت عليكم أو أننا كثرت حاولت أننا نوصل المعلومة بأننا ما توسعش واجد نطلع بك البرة سؤال ولا أننا نضيق لأن في حاجات مهمة لابد أن نركزوا عليها وتكون حتى واضحة لكم أنتم وتستفيدوا منها وتجد حتى أساسك كويس في بعدين في الجامعة إن شاء الله موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.